الرحمن الرحيم. اليوم عقد مجلس مدينة الدار البيضاء دورة استثنائية، وفي الحقيقة هو تزامن مع هذا اليوم العالمي ديال 8 مارس، اللي هي مناسبة لكي أهنئ المرأة على ما حققته من مكاسب على في مسارها النضالي. تحية للأخوات المستشارات عضوات المجلس والمجالس المقاطعات، المرأة المنتخبة، المرأة الموظفة، المرأة اللي ساهمت معنا في هذا المسار، فنتمنى لها مزيد من التوفيق والنجاح في مسار تعزيز مكانتها، أولا على مستوى المساهمة في تدبير الشأن العام، المساهمة في تنمية الوطن، المساهمة في تعزيز المكتسبات الحقوقية في إطار يعني الثوابت الدستورية والقانونية ديال بلادنا. فتحية للمرأة المغربية بهذه المناسبة. هذه الدورة الاستثنائية كانت من أجل المصادقة على 4 ديال التصاميم ديال التهيئة، التعديلات ديالها، تعديل ديال 3 ديال التصاميم التهيئة المرتبطين بسيدي مومان، بالبرنوصي وبعين الشق، وكذلك كانت تصميم التهيئة ديال الحي الحسني اللي غادي يسالي في نوانبير المقبل، واللي كان في الحقيقة استجاب لجيل جديد من تصاميم التهيئة بعد المراحل اللي كانت ديال الدراسة ديال الإعلان العمومي. تلقينا عدد ديال التعرضات اللي فات 600 ديال التعرضات اللي تلقيناها من خلال سواء المقاطعات أو الشباك الوحيد ديال المدينة ديال الدار البيضاء، اللي عكست انتظارات وملاحظات ديال المواطنين المرتفقين، كلها تم المعالجة ديالها. درنا واحد المقاربة تكاملية تشاركية بحيث دار جهد مع بنيات تقنية بين المدينة والمقاطعة على المقاطعات الأربعة المعنية. درنا لقاءات ديال اللجنة ديال التعمير وكذلك مع المنتخبين على مستوى المقاطعات المعنية، وحددنا واحد القواعد أساسية اللي بها عالجنا هذه، وهذه القواعد هي أهم شيء باش تكون وثائق التعمير تستجب أولا للتنمية مستقبلا في المدينة ديالنا، تكون فيها العدالة ماشي شي يستافد وشي ما يستافدش، تكون العدالة على مستوى. وكذلك حددنا واحد المساهمة الضرورية من أجل أولا تعزيز المساحات الخضراء أو توفير التجهيزات العمومية اللي خصها يتم الاستجابة لها بطبيعة الحال من القواعد أن تكون الملائمة مع ما عرفه المخطط التوجيهي ديال العمراني اللي تم المراجعة ديالو في 2014، وكان ضروري باش نلائموا التصاميم التهيئة مع هذا التصميم المديري في أفق أن تعزز كمطلب جماعي بطبيعة الحال، أن تعزز موقع المجالس المنتخبة في هذا المسار ديال الإعداد والتصويت والاعتماد وتنفيذ تصاميم التهيئة، لأنها مهمة جدا بالنسبة للتنمية في بلادنا. وقد تم التصويت على النقاط الأربعة بالإجماع مكونة المجلس بعد الجهد الجماعي اللي كل شيء ساهم فيه من موقع الفراق ومن موقع اللجنة. فتحية جميع من ساهم في هذا الورش المهم جدا، ونتمنى كذلك أن يأتي مستقبلا تصميم التهيئة ديال سيدي بليوط و باقي ان تكون الاجال في الدراسات تجي في الاجال ديالها لباقي التراب ديال مدينه الدار البيضاء. والحمد لله كانت محطه مهمه بالنسبه لنا كمجلس. شكرا لكم.